وصلنا بكم لفقرة كذا رأي. اعتنى الإسلام باليتيم عناية خاصة وأولاه من الاهتمام ما يكفي حقه في العيش الكريم، ويستعيد به عن فقدان سند الأبوة وحنانها، حتى أنه أنزل في شأنه سورة كاملة سماها بعض العلماء بصورة اليتيم، وهي المشهورة بصورة الماعون. ومن هذه العناية الكبيرة ما رتب على كفالة اليتيم من الأجر العظيم، ويرفع مرتبة الكافل إلى درجة تقارب درجة الأنبياء في الجنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، وإنما فرج بين إصبعيه لبيان مقدار التفاوت بينه وبين الأنبياء. فكرة أن يكون في يتيم في واحد من البيوت أو في الحياة هي حاجة يمكن تكون صعبة علينا، هي ده ما أمر الله وقدره، لكن دورنا إحنا كمجتمع في إحنا نقدر نحتوي الحالة دي ونقدر نديها. في كمية من المجموعات الشبابية الشغالة في المجال ده وبتديها يمكن أكثر من الحق المطلوب ذاته بزيادة. معانا الليلة لينا محمد عمر من منظمة رفقة. منظمة رفقة الأيتام. أهلين. طيب، منظمة رفقة لكفالة الأيتام، في البداية من اسمها هي منظمة بتاعت كفالة أيتام، بتهتم بكفالة الأيتام عن طريق إنها توفر زي مرتبات شهرية بتكون بداية كل شهر بتوصلها لأسر الأيتام. المرتبات دي بتصل للأسر كيف، أو الأسر أصلا هي بنلقاها من وين وبنعرفها كيف محتاجة؟ أيوه. كل زول مثلا هي قال أصلا هي المنظمة قايمة في المجمع الطبي جامعة الخرطوم من سنة 2005، دي السنة 11 لنا الحمد لله. الأسر بنكفلها عن طريق إنه مثلا الطلبة عندنا في الجامعة يكونوا عارفين إنه في منظمة اسمها رفقة بتاعت كفالة أيتام، فبقوموا بيجونا زول مثلا في الحلة عندهم أسرة محتاجة بقوموا بيجيبوها لنا. نحن بدورنا تحت أمانة اسمها شؤون الأيتام بنقوم نمشي، عندنا استمارة بتاع دراسة حالة، بنقوم نمشي الأسرة بنزورها بنملى معها الاستمارة دي، بكون فيها البيانات والأطفال كم بيقروا خاص ولا حكومي، البصرف عليهم من الأم إذا شغالة ولا ما شغالة، مقدار الدخل اللي بكفيهم في الشهر كم، بنسأل برضو الجيران إذا في دكان في حاجة، بنتأكد شديد إن الأسرة دي بجد محتاجة. في الآخر الناس اللي بتجي تكفل القروش دي بتوديها لنا عن ثقة. جميل. أنت كده بداية عرفتينا عن منظمة رفقة، كيف الناس دي قدرت تتجمع وكيف تلميتوا عشان ما تقدروا تعملوا مشروع زي ده؟ طيب، هي اصلا قلت لك من البدايه انها قامت 2005 كانت اجتهادات فرديه، يعني كان زي مجموعه من الطلاب من طب واسنان قعدوا وكان فكرتهم بس بدوا يدفعوا اليتيم واحد. المنظمه قصدها انا نفسي كيف انتوا ايوه قدرتوا تعرفوا بعض او من وين الناس تلمت عشان ما تقدر تحقق اهداف زي هم اصلا كلهم طلبه من المجمع، فكان من اسنان من صيدله زي اصحاب كده قعدوا، فكان كفلوا في البدايه يتيم واحد. بعد ذلك زاد عدد الأيتام، حتى الكفالة في البداية كان بس عن طريق ظروف بتتمرر في القاعات بنمو بها الكفالة بداية كل شهر. جميل. أهداف منظمة رفقة اللي عايزين تحققوها أنت ومجموعة الشباب اللي معاكي؟ إنه عاوزين نحاول نوفر لهم احتياجاتهم كلها، نوصلهم لحالة بتاعت كفاف. في الآخر دي ناس فاقدين لسندهم، بنحاول نكون لهم سندهم في أي وقت، يعني سواء كان من حاجة مادية معنوية صحية بنحاول نوفر لهم كل الاحتياجات. في بداية حديثك قلت إن أنتم متواصلين ممكن مع مجموعة من الأسر اللي هي ممكن تكون محتاجة لوقفتكم معها، وأنتم بتدوا دور من المفترض إن يقوم به المجتمع ككل. المشاريع اللي قامت بها منظمة رفقة لحد الآن ممكن تكون شو من 2005؟ طيب، لحد الآن عندنا أصلاً الحاجة الثابتة الكفالة دي ثابتة خلال كل السنة شهرياً. بعدها في عندنا الرعاية الصحية، الرعاية الصحية دي بنحاول إنه أي أسرة في البداية أول ما تيجي تتكفل إنه نوفر لها تأمين صحي. بعد ذاك أي أسرة فيهم ولا واحد من الأيتام إذا عيان بيقوم نوصله لدكتور، وبعد ذاك بنمشي معه ولما نديه الأدوية حقته. دي أهم حاجات. بعد ذاك في رعاية أكاديمية، بنحاول بالذات لناس ثامنة وثالثة نجيب لهم مذكرات أو نعمل لهم كورسات يجوا يقروهم الطلبة ذاتهم. خلال السنة بعد ذاك عندنا 6 مشاريع بنبدأ بيوم ترفيهي، بنجمع كلنا في المجمع يا سكن الأيتام من أماكن تجمعات جنب بيوتهم، سكنهم بنوديهم منتزه، بيكون فيه يوم ترفيهي متكامل، في نصه بيكون فيه برنامج توعوي ليهم، وفي نهايته بيكون فيه تكريم للمتفوقين منهم. ده واحد من مشاريعنا اليوم الترفيهي، بيكون بعد نهاية السنة الدراسية لهم. بعده في الحقيبة الرمضانية والحقيبة المدرسية، الحقيبة المدرسية بنوفر لهم الشنطة وفيها الأدوات بتاعت المدرسية مكتملة بالكتب المدرسية، الحقيبة الرمضانية بنوفر لهم احتياجاتهم بتاع شهر رمضان كله الحمد لله، عيد الفطر بنوفر لهم جزء من العيدية وهدوم مستعملة بعد ما يغسلوها ويكوها،
بعدها في عيد الأضحى. كان خلال السنين دي كلها بنوفر لهم يا جزء من القروش أو جزء من الأضاحي. السنة دي الحمد لله أول سنة نوفر أضاحي كاملة لكل الأسر. ممتاز، موفقين يا رب. إن شاء الله يا رب. وختاما بنختم بكسوة الشتاء اللي هو ده المشروع اللي أصلا هسه شغالين فيه. كل المشاريع دي لها 11 سنة إلا كسوة الشتاء، ده المشروع الثالث، دي السنة الثالثة له بنوفر لهم فيه، وإن شاء الله هدفنا إنه نوفر لهم ملابس شتوية. ممتاز. في يمكن من المشاريع اللي أنت ذكرتيها في مجموعات كمان في العمل الطبيعي والمجال الخيري هي شغالة في الحاردة ومتخصصة فيها، فهل فكرت أن يكون في تعاون ما بين منظمة رفقة وما بين واحدة من المنظمات الثانية، أو حتى أصلاً الحاردة دي حاصلة؟ في تعاون كبير بيننا وبين المنظمات الثانية. بداية كان شغالي في مشروع ثاني جديد اسمه الأسر المنتجة، بنحاول كل أسرة نملكها مشروع خاص بها عشان تقدر تدير نفسها، وكذا كل ما تكون محتاجة تقدر توفر قروش لاحتياجاتها. فبديناه، كان أول مشاريع شغالينها برانا، آخر مشروع كان اشتغلت معنا منظمة ثانية اسمها بداية حياة. ثاني في كم منظمة بنشتغل معهم، كان الحقيبة الرمضانية كان بيوفروا لنا جزء من الحقائب بتاعتنا. طيب الطريقة اللي أنتم بتتعاملوا بها بالمشاريع بتاعت الأسر نفسها، هل بتخطوا خطط استراتيجية لها، أو حتى نظام بتفكروا على أنه كيف المشروع ده يكون حاصل له استدامة أو كيف يعود عليهم بأرباح؟ كيف بتقدروا تملكوهم ذات أفكار وتقدر تحقق الحالة والنجاحات اللي انتم عايزينها؟ طيب بداية هي بتكون زي لجنة من 5 أنفار، بيقعدوا مع الأسرة بيشوفوا الأم أصلا إذا عندها فكرة دايرة تشتغل فيها. بنحاول دايما نديهم الفكرة اللي هم أصلا عندهم، لأنه يكون عندهم فيها خبرة أكثر، حتى إذا بدأتها مثلا زمان وما قدرت تستمر فيها فبس بنقوم نقومين ملا من البداية. بس بعد ذاك بعد ما نعمل المشروع بتكون فيه بس متابعة شهرية، كل شهر الربح بتاع الحاجة دي ماشي كيف، ماشي تمام الحمد لله، إذا ماشي نايز نحاول نحل لهم المشكلة. طيب هل في اي مشاريع ممكن تكون مستقبليه خاطرين انتم عايزين تحققوها؟ بس محاولين شديد ان شاء الله انه نسعى في موضوع الاسر المنتجه نوفر لاسرنا كلها مشاريع تقدر تملك الاسر. جميل. طيب هل فكرتوا ان انتم مجال عملكم بس في ولايه الخرطوم، ولا كمان قدرتوا تتصلوا ولايات ثانيه؟ هو السنتر بتاعه هنا في الخرطوم، لكن في اسره اسرتين كده من خارج الخرطوم في شندي. لا قصدي عمل المنظمه نفسه، هل فكرتوا انه توسعوا المجال و اتصلوا ولايات غير ولايات الخرطوم؟ هسي حاليا في ولايات الخرطوم، لكن ان شاء الله لقدام باذن الله. ان شاء الله. وكمان يمكن دي دعوه من هنا خليها يمكن لكل الناس اللي حابه انها تقدم اعمال خير، او للناس اللي ممكن تكون محتاجه. ان شاء الله. في تقريبا واحده من المشاريع اللي انت ذكرتيها رحلة شتاء أو كسوة الشتاء. كسوة الشتاء، الشتاء الدافي. أيوة، مشروع الشتاء الدافي هو ده آخر مشروع لنا، عاوزين نوفر فيه ملابس شتوية. عندنا الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك منظمة رفقة لكفالة الأيتام، فيها الأبديت بكل الحاجات دي حتى آخر حاجة الشتاء الدافي. الفكرة بتاعته إنه يا إما المساعدة تكون مادية أو تكون عينية. مادية يوفروا لنا اللي هي اللبسة أصلا اللي لقيناها ب100 جنيه، أو عينية يجيبوا لنا ملابس شتوية في المجمع الطبي جامعة الخرطوم المستقبل هناك. جميل. طيب أنت عملكم بس مع جامعة الخرطوم، ولا كمان في أعضاء من المنظمة في واحدة من الجامعات الثانية؟ لا لا، الحمد لله المنظمة متوسعين شديد في كل الجامعات، لكن عندنا مكتب عديد في مجمع الطبي جامعة الخرطوم، لكن بيجوا ما شاء الله بيشتغلوا من كل الجامعات الثانية. دي حاجة كويسة شديد. طيب الخطط الاستراتيجية اللي خدتينها منظمة رفقة عشان ما تقدر تحققها ممكن تكون شنو؟ أول حاجة إنه كل الأسر إن شاء الله نملكها مشاريع بتاع الأسر المنتجة. ثاني نحاول كده نزيد لهم أول حاجة بموضوع كفالاتهم، نحاول نوصل لكل أسرنا التأمين الصحي بتاعهم، وكل ما يكون عندهم حاجة في حاجة يلقونا غالي وكيل سند لهم. جميل، يا رب موفقين دائما. إحنا أطلقنا هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سألنا سؤال إنه في رأيك هل المنظمات التطوعية عندها دور وحس كمان في المجتمع لكفالة الأيتام والناس إنها تشارك بنعم ولا؟ إحنا بعد قليل حنشاهد نتيجة الاستبيان، لكن خليني أسألك أنت ذاتك رأيك في إنه المنظمات الطوعية عندها دور في الحس للمجتمعات، وبجد دور محسوس شديد إحنا قادرين نحس أي إنه في كذا مجموعة تطوعية شغالة في الموضوع بتاع كفالة الأيتام وقادرة تغطي الفئة دي؟ في نظرية أي طبعاً، دي حاجة مهمة شديد. أول حاجة الناس دي كلها عاوزة تساعد، ما في زول ما عاوز يساعد حتى لو في مجال عمله، بس الناس بتكون محتاجة الناس توريها المساعدة وين ولا تخطها وين، فالمنظمات بتوفر لهم بتوريهم الحوجة وين، والناس بعد ذلك بتقدر تساعد بها. تمام. النتيجة يمكن هسه هي معانا على الشاشة، نعم 70% ولا 30%. دي حاجة كويسة إنه ذات المجتمع قادر يحس إنه بالجد أنتوا كمنظمات عندكم دور في الحالة دي وقادرين تحققوها. الحمد لله.
نفسك تقولي حاجة أخيرة؟ بس حابة إنه الناس كلها تتواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك منظمة رفقة لكفالة الأيتام، لأنه مهما اللي تكلمت الزول ما حيقدر يحس بالحاجة إلا يجي يشتغل براهو. فدي دعوة إنه الناس كلها تيجي تشتغل. هسي بشراكة صوت الشتاء شغالين فيه، ويا ريت الناس كلها تيجي تشاركنا فيه. صفحتنا على الفيسبوك منظمة رفقة لكفالة الأيتام، موقعنا الإلكتروني www.rifqaytam.org. عندنا رقم للتواصل معنا أو الاستفسار 09001323 67 أو 09206 06 220. ما شاء الله أنت حافظاهم يعني. أنا تلخبطت. تمام. جميل. إن شاء الله يا رب ربنا يوفقك ويوفق كل الأعضاء المنظمة وكل الناس اللي هي بجد بتحاول أنها تقوم تعمل خير وتقدم حاجة لمجتمعها وللسودان. شكرا لك جدا لوجودك معي، وبتمنى لك بجد كل التوفيق. إن شاء الله يا رب. الله يخليك. سعيدة جدا بوجودك معكم. بكده تكون خلصت فقرة كذا راي، وصلنا لفقرة فوتوغرافيا حنشاهد فيها صور ومشاهد كمان من اللحظات الأولى للولادة. يا رب ما يحرم بيت من الأطفال، وإن شاء الله كل الناس تعيش في هنا وسعادة.